هذا اللقاء وياتي في اطار تعزيز واستمراريه سيروره العمل للرابطه في المجال الافريقي، وكذلك من اجل اعطاء ارضيه للعمل المستقبلي حول العمل الشبابي بافريقيا وكذلك العمل الشبابي الدولي للرابطه، كما ان هذه المائده المستديره هي تاتي في اطار تعزيز رؤيه الشباب للمجال الافريقي، سواء تعلق الامر برؤيه الشباب للتحديات المطروحه الان على افريقيا، وكذلك تعزيز فرص التنميه من وجهه نظر الشباب، خصوصا وانه سبق لنا ان شاركنا في دراسه سابقة حول موضوع إفريقيا بعيون الشباب، والتي كانت دراسة مهمة جدا نعتبرها أرضية مرجعية يمكن تداول حولها للنقاش في المستقبل، وستكون هي أرضية للنقاش في هذا اللقاء الدولي الهام. صراحة يعني لنا وجهة نظر في هذا الإطار، وأن الفرصة مهمة ومواتية حاليا للشباب من أجل إبراز القدرات ديالو، وكذلك أن هذا اللقاء هو تيجي في إطار تعزيز الرؤية الشبابية للمستقبل، خصوصا أننا الآن عندنا نظرة استراتيجية للشراكة جنوب على المستوى الوطني، ومهم أن الشباب يكون منخرطا بشكل فاعل في هذه الرؤية الاستراتيجية بمقاربة جديدة، بمقاربة تشاركية، بمقاربة شابة قادرة أنها تعطي الإجابات الحقيقية على الأسئلة العالقة في المنظومة الإفريقية. الاشتغال داخل المجلس في الدعم هذا النوع من المبادرات اللي هو اليوم الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة كتنظموا داخل فضاء المجلس وداخل هذه القاعة اللي قاعة الدريس بن زكري أحد رموز العمل الحقوقي في المغرب، كيأتي في إطار الاهتمام ديال المجلس بموضوع الشباب كتيمة استراتيجية وتيمة عرضانية في المهام ديال المجلس في إطار الحماية والنهوض بحقوق الإنسان. بطبيعة الحال المغرب لا يختلف على القارة التي ينتمي إليها، واللي هو فخور بالانتماء إليها من ناحية ديال التحولات السوسيو ديموغرافية اللي كتعرفها هاد المنطقة، من الحضور القوي اليوم للشباب واللي غادي يتزاد في السنين المقبلة، من التحولات العميقة السوسيو ديموغرافية اللي كتعرفها المنطقة وكيعرفها المغرب. إذا اللي كطرح علينا فرص بطبيعة الحال الاشتغال ديال المجلس كيأتي في هذا الإطار، كيأتي في إطار دعم المشاركة ديال الشباب في وضع السياسات العمومية، في وضع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، في إحداث المجلس الاستشاري شباب العمل الجمعوي اللي هو مؤسسة وطنية اليوم دستورية تعنى بقضايا الشباب ولكن تساهم في إشراك الشباب في اتخاذ القرار على المستوى الوطني، وأيضا في أخذ بعين الاعتبار المسألة ديال الجهوية كمسألة أساسية في المشاركة ديال الشباب. الشباب هو تحدي جميع الدول النامية والصاعدة. جميع الإحصائيات الديموغرافية تقول بأن إفريقيا هي محط اهتمام جميع الاقتصادات الدولية خلال العشرينية المقبلة، كبلد له رصيد تاريخي مهم، له رصيد ثقافي مهم. المغرب مطالب أن يلعب دور محوري وليس دور تكميلي في هذه السياسات الاقتصادية، ولهذا من خلال المداخلة ديال تعاون جنوب من أجل نموذج تنمية نتاع إفريقيا، لازم علينا كبلد أننا نعطيو مثل في الشباب ديالنا، انخراط ديالو ليس السياسي فقط ولكن أيضا الريادة على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الفكري. ويمكننا أن نصدر عدد من التجارب، تجربتنا نتاع الديمقراطية المحلية، تجربتنا في مجال المال والأعمال، كان عندنا شحال هذه الأعمال بمعنى الشركات والمقاولات. اليوم المغرب أصبح مطالبا باش يلعب دور كبير في المجال المالي من خلال القطب المالي مثلا نتاع الدار البيضاء، وأيضا عندنا فرصة أننا نصدروا أيضا نموذج في التكوين، لأنه أصبح من الصعب اليوم على دول إفريقيا أن تتطلع إلى تجارب أوروبية أو تجارب من آسيا أو تجارب من الولايات المتحدة الأمريكية اللي من الصعب أنها تنفذها عندها. ولكن المهم في هذا الشيء كامل هو أن يحس الأفارقة وليس فقط المسؤولين الأفارقة بل حتى الشعوب الإفريقية أن المغرب صادق في سياسته ديال الانفتاح. كاين مؤشرات بطبيعة الحال، ولكن كنظن أن المجتمع المدني مطالب أن يلعب دورا أكبر بجانب القطاع الخاص وبجانب بطبيعة الحال الدبلوماسية الرسمية المغربية.